السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرض لحضراتكم شبكة بولي تعديل على شقة كانت ساكنة وبداية الشغل معانا في 2021، وإن شاء الله يا ريت تنال إعجاب حضراتكم، وإن شاء الله حيكون فيديو شامل للصرف والتغذية. هنعرض كل حاجة بالتفاصيل عشان الكل يستفاد والكل يبقى إيه يعرف مكونات الحمام إيه بالضبط، ومساحة الأجهزة فين، والتوزيع إزاي، ولما يكون عندك حمام صغير إزاي تقدر تركب فيه قاعدة بالتنظيم وبالتنسيق، وازاي الشغل اللي هو على الشرب طبعا هيكون بيخلي مستوى الشغل عندك محسوب بدقة كاملة، ما يبقاش في شغل واطي او شغل عالي بعد السيراميك. كل ده هنشوفه مع بعض، وعشان ما نطولش مدة الفيديو يلا نخش نستعرض كل الشبكة مع بعض. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تحرمناش من اعجاب ومن رأيك في الفيديو ومشاركة في الخير عشان الخير يعم للكل. اللي شايفينه امام حضراتكم ده غسالة، طبعا عندنا في طريقتين لتركيب الغسالة بالنسبة للبولي. في ناس بتركب فرد بارد بس، ولكن المستحب في نظري يعني نركب سخن وبارد. اثنين، في ناس بتاخدها على منسوب واطي، فدي في نظري يعني بتبقى فيها صعوبة أثناء الصيانة، ما بتبقاش شايف انت لو في تسريب بالنسبة للمياه. لكن لو كانت بالطريقة دي بيكون الحنفيات فوق الغسالة من 10 15 سنتي فوق الغسالة، تبقى أمام حضراتكم أثناء الصيانة، خصوصا لو ما فيش رخامة يعني، فما تقدرش تتحرك بقى إيه، تقدرش تتحرك في الغسالة كل شوية برا الجو عشان نشوف الحنفيات، وفي نفس الوقت بتمطر معاك الغسالة برا لما بتكون الحنفيات دي على منسوب واطي. الصرف بتاع الغسالة كمان المعتاد بتعمل صرف واحد، ولكن هنا حضراتكم المفاجأة إن إحنا عندنا صرفين، صرف على المنسوب الواطي عشان الغسالة العادية والغسالة النص نشاف فتشتغل عليه، لانه بيبقى المخرج بتاعهم ديله في الواطي. اما الصرف العالي بيبقى للغساله الاوتوماتيك الكامل والفل اوتوماتيك. طبعا الصرف هنا 2 بوصه زي ما شايفين حضراتكم باستخدام الكعان المفتوحه، ما بنستخدمش كعان 90 ابدا في الصرف عشان يبقى موضوع التسليك يبقى سهل معانا. موضوع الحمايه والتكفيل بالشريط العازل عشان بتاع السيراميك ما يعدمش عليك الشغل ده ضروري جدا، سواء كان في الصرف زي ما شايفين حضراتكم او كان في الطبق بالنسبه لمخارج البولي. التكفيل بالخلطه والوزن والتثبيت والشغل على الشرب حضراتكم ده بيبقى شيء مهم جدا طبعا، عشان ما يبقاش الشغل عندك من غير مسؤول وشغل عشوائي، ففي الاخر كعميل انت بتاخد شغل من غير جوده، ولكن انت هنا في قمه جوده في الشغل، انت كده بتستثمر فلوسك في الشغل اللي هو اللي يعني الشغل الهندسي بيديك وضع طبعا بالنسبه للشغل كل حاجه محسوبه، بيبقى الشغل في الاخر نتيجه حاجه ترضي حضرتك. دي طبعا برضو عندنا هنا كده دي تقسيمه الحمام، ده الحوض برضو عندنا هنا الحوض، الخلاط هيبقى جداري على العالي، بيبقى ميزته طبعا من وجهه نظري انا المتواضع يعني ان هو بيبقى ما بيخش معاك حيز القنطره، ما تاخدش حيز في الخلاط، زائد ان هو كمان بيبقى الميه بتاعته قويه، زائد ان هو بيوفر على حضرتك اثناء التشطيب ما بتشتريش جوز محابس ليه والليات فيما بعد، فانت دايما في الخلاط اللي هو فوق الحوض، فوق الحوض الصيني او فوق حوض الوش، الخلاط ده دايما بيستهلك معاك ليات، طبعا بتضعف معاك الميه بسبب الرواسب، زائد الليات كل شويه بتتغير والمحابس برضو، فكده انت بتوفر ليات ومحابس، وكمان بيزيد انه بيبقى عندك الميه قويه وما بياخدش مساحه في الحوض، فبيديك راحه تامه اثناء استخدام الحوض، لانه بيبقى الحوض عندك فارغ تحت. وده شكل بالنسبه للشغل من وجهه نظر انا بفضله يعني عن الوضع الثاني، وطبعا الثاني ما بنعيش فيه، ولكن احنا بنشرح مميزات الخلاط في الجدار. الصرف كمان هنا بالنسبه للحوض عاملينه 2 بوصه عشان سهولة التسليك، وفي نفس الوقت يبقى الشغل مداه عمره طويل، ما يقعدش العميل كل شوية يسلك طبعا، وممكن توصل معاك انه في الاخر ما تسلكش سواء كانت بكل المواد الكيماوية او بالتسليك، وفي الاخر انت تضطر ان انت تكسر الشغل تاني. فالافضل ان انت تركب صرف 2 بوصة بالطريقة دي، سواء كان غسالة زي ما شايفين حضراتكم او كان صرف الحوض. كمان عندنا هنا الشطاف سخن وبارد بالنسبة للقاعدة البلدي. القاعدة البلدي يا ريت يفضل ان يركبها الفني بتاع السباكة، ما تسيبش شغلك يركبه بتاع السيراميك، لانه عمره ما هيخليها ده هيسلمها لك بالمنظر ده كده بتلمع، وان هي نظيفة ومظبوطة على الكوع وموزونة. بتاع القشاني طبعا اكيد مش هيوصل نفس مستوى الشغل بالطريقة دي، مع رغم انه كمان القاعده المكان هنا يعني يا دوب المساحه محكومه، احنا عملنا قاعدتين، واحده زي ما شايفين حضراتكم العربي، والثانيه هتبقى عندنا كرسي فرنجي. دي التغذيه بتاعت الكرسي الفرنجي زي ما شايفين حضراتكم. كده عندنا السخان خدناه في الخلفيه، وهنشرح ليه خدناه في الخلفيه حضراتكم. زائد عندنا كمان هنا الدش بنظام الوصله المدفونه، وصله اقتصاديه طبعا عشان وشعبيه واقتصاديه في نفس الوقت، وبتغنيك من مشاكل السماعة
جماعه طبعا كل شويه وقعت وكل شويه العمود حصل فيه وكل شويه تغيير وكل شويه صيانه وسباك رايح وسباك جاي، فكده دي بتكون افضل وادائها افضل بالنسبه للي عاوز يريح دماغه من مشاكل السماعه. ده كان الحمام من الداخل. هنعرض لحضراتكم برضو الجزئيه اللي بره هنا عندنا كده في الدرجه دي، هنا هيبقى ده الفلتر حضراتكم، زائد ان عندنا هنا السخان اخترنا مكانه هنا عشان خاطر طبعا في تطور حاصل في يعني في حياتنا اليوميه انه ممكن فيما بعد يخش الغاز الطبيعي هنا، فمحتاج ان انت تركب السخان، فبالتالي مواصفات تركيب سخان الغاز بيبقى ما يتقلش مساحته عن 5 متر مكعب، عشان كده خدناه احنا جنب الشباك حضراتكم، وفي نفس الوقت عشان المدخنه نفتح لها هنا وتبقى فيه متنفس بالنسبه للمدخنه، يبقى احنا عملنا حساب السخان ان هو يبقى قريب من الشباك عشان المدخنه وعشان المساحه برضه عشان نقلل خطورة وجود السخان داخل الحمام، لأنه برضو ما فيش مكان ليه مع الأجهزة، عشان بلاش إن احنا نحط السخان فوق جهاز، فوق الحوض، فوق القاعدة، فوق الغسالة، ده كله من الحاجات اللي مش مستحبة يعني. ده كمان هنا المفاجأة بتاعت الفيديو، السخان حضراتكم طبعا عارفين في الفترة الأخيرة ظهرت منه مشاكل كبيرة جدا وحصلت منه حوادث، لا قدر الله، ربنا يحفظ الجميع يا رب. عشان كده بنحمي العميل من انفجار السخان بإن احنا نعمل مخرج ثاني عشان يركب عليه السيفتي بلف هنا اللي هو ده نقطة الحماية بالنسبه لك في السخان من الانفجار، وده شيء اساسي جدا، بتبقى حاجه بسيطه خالص ولكن بتغنيك من مشاكل جامده، بدل ما شبكه البول اللي احنا عرضناها لحضراتكم كلها يحصل فيها انفجار او السخان لا قدر الله ممكن ينفجر، فبالتالي هيجي الضغط الزايد عن سبب اللي هو بينتج بسبب تلف الترموستات، فهيكون خروج الضغط الزايد من المخرج ده حضراتكم. طبعا هنبقى نعرض لحضراتكم في التشطيب بيركب عليه السيفتي بلف، دي بتبقى افضليه واهميه مخرج السخان. كمان كده حضراتكم هنا نفس الشاسيه بتاعنا البولي بيكمل معانا، عشان هنا طبعا عندنا برضه المطبخ حضراتكم، هنا في الجزئيه دي المطبخ، والشغل ده كله بنكرر تاني هو شغل تعديل اصلا، وده بنحاول ان احنا ايه يعني نوصل لافضل جزئيه في الشغل ده. كمان الصرف بتاع المطبخ احنا حضراتكم نظر للتعديل